الجدل والنقاشات ما زالت مستمرة بين النخب الأكاديمية والحكومية حول مخرجات مؤتمر الكويت لإعادة الإعمار الذي انعقد قبل فترة قصيرة بمشاركة كبريات الشركات العالمية، إذ يرى الفريق الحكومي أن ما حصل في المؤتمر يمثل استحقاقا للمنتصر في الحرب على الإرهاب، والتعهدات المالية هي جائزة ذلك الانتصار حسب وصفهم. العراق راح المؤتمر الكويت يحمل ملف النصر، فهاي حقوق المنتصر، فالمنتصر على الأرض هو انتصار لكل شيء حتى على الفساد بصراحة، وليس بس على داعش يعني وتحرير الأرض. وبالتالي ما جرى بالكويت من تعهدات للمجتمع الدولي هي رافعة مالية العراق وهي جائزة المنتصر. أكاديميون رأوا في ندوة اقتصادية أقامها معهد التقدم للسياسات الإنمائية في بغداد أن التعهدات المالية التي حصل عليها العراق في المؤتمر الجزء الأكبر منها لن يأتي بسبب بحث الشركات عن ضمانات لكيفية حماية تلك الاستثمارات، فضلاً عن ضرورة إقرار بعض التشريعات التي تسهم في جذب هذه الاستثمارات. الجزء الأكبر من الاستثمارات أنا لا أعتقد سيأتي، لأنهم يبحثون عن ضمانات كيفية حماية هذه الاستثمارات. المشكلة الأخرى يحتاج إلى تشريع عدة قوانين، والدور البرلماني غير قادر على تشريع هذه القوانين الاقتصادية. آخرون وقفوا في المنتصف من قصة المؤتمر والجدل الذي أثاره من خلال الإشارة إلى كون المؤتمر خطوة إيجابية، لكنه معرض للفشل في حال عدم متابعة مخرجاته من قبل المعنيين. خطوة إيجابية حتى تنجح وتصل إلى الهدف المنشود يجب أن تتبعها خطوات عملية بمتابعة المشاركين ومدى مساهمتهم في إعمار العراق وتطوير العراق. بدون هذه المتابعة راح يكون مؤتمر بدون نتائج. وفي الوقت الذي تنظر فيه الحكومة لمخرجات مؤتمر الكويت لإعادة الإعمار بشكل إيجابي، عده آخرون سلبيا ولم يأتي بما يوازي حجم التوقعات العراقية التي كانت مبالغا بها. من بغداد، وليد الشيخ، الحرة.